بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة نماذج الدروس المرئية في مادة الفيزياء الاتزان الثبات. هناك عديد من المشاهدات نلاحظها في حياتنا اليومية كما موضح بالصور. هل فكرت في المفهوم العلمي لهذه المشاهدات؟ فكر عزيزي الطالب لكي نتوصل إلى مفهوم الاتزان أي الثبات. هناك نوعين من الاتزان، اتزان سكوني واتزان ديناميكي. الاتزان السكوني أن يكون الجسم الصلب متزنا سكونيا إذا كان ساكنا، أي لا يتحرك من موضعه أو يدور حول أي محور مثل كتاب موضوع على سطح أفقي. والنوع الآخر من الاتزان يسمى الاتزان الديناميكي، وهو إذا تحرك الجسم بسرعة منتظمة على خط مستقيم حيث تساوي محصلة القوى المؤثرة عليه تساوي صفر، أو إذا كان الجسم يدور بسرعة دورانية ثابتة. ولكننا سنتناول الاتزان السكوني وحالات الاتزان السكوني. إذا كان لديك مخروط كما موضح، فمن الاستحالة أن يحدث توازن هذا المخروط عندما يكون على رأسه، حتى لو كان مركز ثقله يقع تماما فوق الرأس، وبالتالي سينقلب هذا المخروط. الصورة توضح مخروط غير مستقر انخفض مركز ثقله عند إزاحته، ويسمى توازن غير مستقر، أي عندما تسبب أي إزاحة انخفاض في مركز ثقل الجسم، وعندما يبتعد هذا الجسم نهائيا عن حالة اتزانه إذا دفع عنه. الشكل يوضح مخروط موضوع على قاعدة، نلاحظ سهولة اتزانه، وبالتالي يسمى توازن مستقر. إذن التوازن المستقر عندما تسبب أي إزاحة ارتفاعا في مركز الثقل، وعندما يعود إلى حالة اتزانه الأولى إذا دفع عنه. التوازن المستقر للجسم الذي يجب بذل الشغل لرفع مركز ثقله، أي أنك تضطر إلى بذل الشغل عليه لكي ينقلب عن هذا الوضع، أي يجب بذل الشغل عليه من أجل إزاحة مركز ثقله إلى أعلى. إذا وضع مخروط على أحد جوانبه نلاحظ عدم ارتفاع مركز ثقله أو انخفاضه عند إزاحته في أي اتجاه، ويكون الجسم في حالة توازن محايد أو توازن متعادل. إذن التوازن المحايد عندما لا تسبب أي إزاحة ارتفاعا أو انخفاضا في مركز ثقله، وعندما ينتقل من حالة اتزان إلى حالة اتزان جديدة إذا دفع عنها. الانقلاب هو حالة معاكسة للثبات، أي أن الجسم الذي له مركز ثقل منخفض يكون أكثر استقرارا من ذلك الذي له مركز ثقل أعلى. فالكتاب المسطح إيه؟ يحتاج لبذل الشغل أكبر لرفع مركز الثقل، بينما مركز ثقل الكتاب المسطح يكون أكثر اقترابا من القاعدة من الكتاب المرتكز على جانبه، أي أن مركز ثقل الكتاب A
يكون أكثر اقترابا من القاعدة من الكتاب المرتكز على جانبه ب. إذن الكتاب المسطح أكثر استقرارا من الكتاب المرتكز على جانبه. العلاقة بين مركز ثقل واستقرار الأجسام. الصورة توضح قلم غير مستقر لأن إمالته تسبب انخفاضا في مركز الثقل الذي يوجد أسفل نقطة الارتكاز. الصورة توضح لعبة مركز ثقلها يقع أسفل نقطة الارتكاز، وبالتالي هي في حالة اتزان مستقر، فعند إمالتها فإن مركز ثقلها سيرتفع لأعلى. إتقان المفاهيم العلمية. الصورة المجاورة توضح صندوق A يحتوي على حصى صغيرة، ويوجد في قاع الصندوق كرات تنس، وعند رج الصندوق ومكوناته نلاحظ أن الكرة التنس ترتفع لأعلى ويهبط الحصى لأسفل كما في الصورة B. في ضوء دراستك فسر ذلك، فكر عزيزي الطالب بمساعدة معلمك، وإلى لقاء آخر في حلقة أخرى من نماذج الدروس المرئية في مادة الفيزياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.